بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم الأحد 2 نيسان سنة 2023، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل الأعلى. أنا موجود بالضبط وين قرية وادي الحمام في الجهة الشرقية الشمالية لمقام سيدنا النبي شعيب عليه السلام، منطقة حطين. بالضبط قبالي فوق شايفين قرن من قرون حطين الاثنين، في قبالي هذا قرن واحد، وعلى الجهة الثانية من الجهة المقابلة القرن الثاني بسمون قرون حطين. حطين نسبة إلى كلمة حنطة بمعنى القمح، يعني الأرض الخصبة الغنية بمحاصيل القمح. وين أنا موجود بالضبط؟ في هون عين نبعة تسمى نبعة أو عين أربيل، والعين قلنا نبعة تحت الأرض وبتجري كل أيام السنة عادة، قلنا نبعة أربيل باللغة العبرية معيان أو عين أربيل. هاي هون القرة والعليق، بساط اخضر، طبيعة بأوجها بألاء. قلنا هاي القبالي فوق قرن حطين يعانق السماء. فعندنا هون هذا المجرى تبع العين. بسم الله البركة. شايفين المي طالعة كنبة كعين تحت الأرض. المي قلنا بتشق طريقها وبتستأذنش حدا. القبالي جهة من قرية وادي الحمام، قلنا قرية اللي أقيمت بعد عام 48، أهل أصلا من الحولة وجابوهن لهون عملوا لهم قرية صغيرة، قرية وادي الحمام. شكرا لكم، وإن شاء الله نلقي في محل ثاني في يوم ثاني. قلنا الحكي عن عين نبعة أربيل بالقرب من قرية وادي الحمام بالقرب من قرون حطين، وشكرا.